بهالدين كان ماشي معاكم، بهالدين قاعد وسطكم، بهالدين بتعرفوه وبتعرفوا تفاصيل حياته، بهالدين عايش بحياة بسيطة ما عنده علاقة بكل الحاصل في السودان ده. إنسان بسيط عايش حياته بسيطة، قاعد مع أمه وقاعد مع أخواته وداير حاله، ونحن ضغوط الحياة طلعتنا عشان نجيب أرزاق ونقدر نعايش أهلنا. بكل القصة دي بهالدين ما عنده علاقة بأي شيء، جبه الدين شالوه بعربات، بعربية مزللة وما فيها لوحات، دخلوه وشايلين معاهم كلاشات واختفى بهالدين. اختفى بهالدين طول الفترة دي احنا نفتش بهالدين وين، لحد ما جينا سلمونا في المشرح ميت. نحن رفضنا نستلم جثة بهالدين وما حنستلم جثة بهالدين لحد ما يعاد تشريح جثة بهالدين ويرونا الأسباب المتبعة بهالدين، وما حنخلي قضيتنا وما حنستلم جثتنا الا يتم على التشريح ويدونا تفصيل كامل. خطفتوا بهالدين من اول يوم ليه وعلى اي اساس؟ البينه كان عندكم شنو لانسان زي ده عشان يتخطف بالطريقه زي دي؟ وديتوه وين؟ عملتوا فيه شنو؟ عذبتوه ليه؟ قتلتوه ليه؟ والقتلوا منه؟ ودي المحاكم، نحن معاكم في المحاكم لحد ما ناخذ حق بهالدين. اخونا نحن ما دارين زولك يا جماعه، نحن اخوانه ما بكيناه، احنا ما دارين زول يبكي. بهالدين ده ربنا سبحانه وتعالى من اخذه بالطريقه دي عارفين ليه حكمه، ربنا سبحانه وتعالى حكمته احنا ما قاعد نشوفها. في اشياء الانسان ما بيشوفها بعينه، ربنا سبحانه وتعالى داير يشيل نظيف مظلوم عشان يخش جنته، وداير شخص اخر واشخاص اخرين عشان يدهم تتدنس ويمشي جهنم. ده حق الاخره وحق الدنيا احنا قاعدين ليه وبيشيل حق الدنيا؟ مش ده اخونا؟ دي جثته، اعيد تشريحه، سلمونا اعاده التشريح، ادونا تفاصيل كامله، لانه زول ده كل الاسئله اللي طرحناها قبل شويه تتجاوب عليها، وتدونا تغيير طبي كامل لجسمه كله حاصل فيه شنو. وفي نفس الوقت طالما انت استلمته من هنا وما عندك ده، عندك بعد ده، ونحن حقنا ما بنخليه. وطالما معانا الناس ديل والسودان ده كله، ولو ما وقفتكم دي يا جماعه اقسم بالله، اقسم بالله اني اتاكل في الشوارع، لكن وقفتكم دي هي المقويانا. وطالما انتم في ظهرنا، وطالما امه معانا واخواته معانا واقفين معانا بيقولوا شوفوا حق اخوكم وجيبوه كامل، نحن حنجيف كده واثقين تماما منكم، حتكونوا واقفين مننا. بهالدين كان ممكن يكون احمد، كان ممكن يكون خالد، كان ممكن يكون علي وغيره، قبله حصل وبعده حيحصل، وكل ما يحصل حنسككم بالقانون، كل بالقانون. سلمنا كل حاجاتنا الخاصه بينا والمعاد عندنا للجهات الرسميه تحقق وتجيب الناس دي لحد ما تدينا الحقيقه كامله. ما عرفنا الحقيقه كامله، احنا قضيتنا منتهيه وقاعدين معاكم لحد ما روحنا تطلع. مشكورين كثير، خلوكم جنبنا، نحن من غيركم ما بنسوى حاجه. وبهالدين ما ولدنا احنا برانا، بهالدين ده ولد السودان كله، بهالدين ده ولد السودان كله. ونحن لما بنعاين لتفاعلاتكم اللي قاعد تعملوها انتم واللي وقفتكم معانا دي قاعد تقوينا اكثر وتحسسنا انه احنا ما برانا، وبها ما شخص براو، وبها ما اخونا براو. وقضيه بهالدين هي قضيه اي سوداني عايش، وقضية أي بني آدم طبيعي، إنسان مخلوق بطريقة إنسانية. أما العمر دي شخصيات تانية، دي مفترض حدها إنها تطلع بر المجتمع ويتم القصاص فيها. نحن ما حنسكت لحد ما يتم القصاص ولحد ما ناخذ قضيتنا كاملة. خليكم واثقين، نحن ما حنسكت وما حنجيب في موضوعنا ده، وعارفينكم حتكونوا واقفين معانا لحد آخر لحظة. تأكدوا تماما من الكلام ده، حتسمعوا كلام كثير جانبي، نحن الكلام الجانبي ما حنشتغل بيه، قضيتنا واضحة.
واضحة وصريحة، وعملتوها في لسان ما عنده أي توجه. خلي السياسة، الكورة ما عنده فيها حاجة، الحياة دي لو فيها 90% عايش منها بواحد ولا 10% منها قاعد في الجزء ده. انتوا جيتوا هبشتوا لما قتلتوا، وحقنا ما بنسيبه، نشيلوا أرواحنا، نحن أخوان بنتالة، شتوا أرواحنا كلنا، عندنا أولادنا، عندنا الشارع ده، عندنا ديل كلهم عبارة عن بهدين أخوهم. لو بتقدروا تقتلوا السودان كله أقتلونا كلنا، لكن غير كده نحن قضيتنا معاكم في المحاكم. أدم غزالة دم مملك بلدية، أدم غزالة دم مملك بلدية. يا شباب يا جماعة، محمود حاول تنظيف الفيس، بهدين ما سياسي، ما عنده علاقة بالسياسة، ما عنده علاقة بالسياسة. الرئيس المجلس، مجلس السيادة منه ما بيعرفه، وأنا واثق من الكلام، ما عنده علاقة بالجامعة. حاصل تنظيف الحزب الشيوعي ما عنده دخل في جريمة بهدين. الحاصل في الفيس ده انتوا اللي بتنفوه، الناشطين في الفيس اللي يا مادة شغال تطليف، الليلة منزلين انه في زول اتقبض في كوستي وهو الكتل بهدي، كلام ده كله كذب، الكلام بيطلع من الأسرة، اي كلام طالع من الأسرة انتوا امانة في رقبتكم انتوا تنفوه. اكيد حاجة معينة يا جماعة، بس انتوا عارفين بهدين، بهدين ما عنده حساب في الفيس ولا عنده تلفون فيه واتساب، تلفونه جاته ريبيكا ولا تلفون بزير. كان ده 10 سنة اللي ورا، تمام؟ بهدين ولا بيقرا كتب سياسيه ولا عنده علاقه بالسياسه ولا احنا هنا سيد سبقيه ولا متسجل لزول. بهدين ده عباره عن سوداني طبيعي عادي زيه وزي اي واحد فيكم، عايش حياه طبيعيه وجهزة. الكلام والكلام بيحصل ده شيء طبيعي، لانه في النهايه المجرم بيحاول يخفي جريمته باي شكل كان، المجرم بيحاول يخفي جريمته باي شكل كان، وشايفين قوتكم بيحاولوا يضللوا قوتكم. نحن الكلام اللي قاعد نطلع عليكم ده والكلام الحقيقي، وحتلقوا الحسابات بتاعتنا بنطلع منها كلام موزون، كلام الآن القضية كالآتي: بهدين ده شالوه من هنا قاعد بيشرب في قهوة، جد عربية مظللة ما فيها نمر، قبلها جاء واحد بدع موتر سأل وين بهدين، ضرب تلفون، جاء واحد ببوكس اثنين نزلوا من العربية شايلين كلاشات، شالوا بهدين خدته في العربية، طلع بهدين، فتحنا بلاغ بتاع فقدان بنفتش في بهدين في كل الحتات، وين بهدين وين بهدين ما لقيناه. جانا اتصال هاتفي انه بهدين عيان في مستشفى مدرمان، رجعنا للتلفون قال اخوكم جابوه مستشفى مدرمان وغدر الله حصل، واخوكم الان في المشرحه، ونحن مشينا وتاكدت انه جسد بهدين في المشرحه. ده الحاصل لحد الان، نحن عندنا معلومات، عندنا وشهود، عندنا وحياتنا كلها سلمناها للجهات المختصه الامنيه، دايين نحن حقنا بالقانون، سلمناكم الجهه الامني، سلمونا انتم الناس، لا حنحدد جهة ولا حنقول شخص ولا حنقول اي حاجة، احنا سلمنا بيانات كاملة كفيلة بانه تجيب كل الناس اللي كانوا مشتركين، انتوا جيبوهم وانتوا ورونا ديل منه، احنا ما حنتكلم. غير كذا يا اخواننا الكلام الثاني اللي بيتقال كله ده كلام ما صحيح. اخر نقطة وصلنا لها دي المعلومات قاعد نديها لكم، احنا قاعد ندي الشارع المعلومات اللي ما بتأثر في سير العدالة القانونية، لأنه احنا قضيتنا ما هي انه نسيس القصة ولا انه نعمل جوطة، قضيتنا هي حقنا. فأي معلومة خاصة بالمحاكم ولا بالقسم الشرطة نحن ما حنطلعها في الوقت الحالي، لأنه دي بتأثر في سير القضية وفي النبض على المجرمين. ده اللي عملناه، سلمناكم انتوا سلمونا ذي المنو، انتوا تورونا ذي الناس منو، نحن ما بنعرفهم. عندكم 500 جهات متخصصة في السلاح، ده ما موضوع، احنا موضوع ما بيخصنا، زولنا كذلتوا من خلال الناس ديل تجيبوا لنا الناس اللي كتلوا منو. ممتاز يا جماعة، ما يحصل بأي طريقة ثانية الكلام اللي بيحصل بتوصل، تطلع بيانات من الأسرة بنوريكم حاصل شنو. نحن امبارح مشينا قابلنا النائب العام، كانت قضيتنا واضحة، الأسئلة سات قلت عليكم قبل شوية دي دايين أجوب عليها. قبل الأسئلة دي مطلبنا رقم واحد، كتبنا خطاب سلمناه للنائب العام، طلبنا منه إن إحنا دايرين إعادة تشريح الجثة بوجود طبيب من طرفنا يكون مشرف على الحاجة دي، وسلمناهم الخطاب. الخطاب ده المفروض يترد عليه خلال الأيام الجاية أو خلال السبت أو الأحد أو في الوقت المناسب، وبعديها يبدأ التشريح. نحن حنكون معاكم وحنوريكم كل حدث بيحصل، كل ما يحصل، ولو حسينا بأي حاجة حنكون معاكم وقريبين منكم، تأكدوا من الكلام ده. نحن واقفين طالما أنتم في ظهرنا. القصاص يا جماعة 130 مبنى بلدية، الدم قصاد الدم مملك بلدية، الدم قصاد الدم مملك بلدية، الدم قصاد الدم.